هدي وذبرة تمن حقي بدل كي إسلي وانا قالي بن بركدا هدهن علي ماذا بغراني سماها نقبوريني تنتي كتب كي بلنا بربهر توصول لقي منا برنامج كان وحقق يبقى تيمة القلنتيسة هيما بوكس تلسوم كمباني بريمير بانك سولتيلكو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لما بدأ وضيالك سؤال هذا برنامج كان يعويس قبل ماذا وكل كان يدين كي من يمقال جيبوتي عاصمة ذلك جيبوتي كل كان وحمرتي وفضيلة الشيخ الدكتور الشيخ أحمد عبد الله قود أو كم إذا ولماذا وحكلجة جامعاتك وأوين ذلك جيبوتي فضيلة الشيخ الدكتور كسلوا برنامجك عويسك ولماذا شرفي كرامي تهرنتي جيبوتي ما أدو ولما بدنا علم ذي جيبوتينا الله كل ما مركو قرص كسلوا برنامجك وندوه ما شاء الله أديت بعض ما سنتهي تخصصك هذا مواضيع الدكتور أرديت هذا قارك هذا عن كل ما يسجار أو حسيان موضوع عقيدة رنتي أساسنا وشرع على إسلامك. سجارة وحين وحسيت ويدين دهنا موضوع ضابك للدول اللي جوسوا روريو موضوع عقدرك كصابسنا. مركا كل كهرة هدية إنه كهرة إنه بل إنه قيح إنه وما حيقدركم. تضفر بدني ما حك استودع وحلا وحسوا قدر. يدو عن سهوس قيحتين كذي الله قرنين. مركا وما حيقدركم مركا عاد سوقبت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين هدي أن سؤاشاس هذا الله ونسيقود أطل مانو القضاء والقدر وحن أكسونا هاي دين كان إسلامكو إنو أركان إيو أصول تيرر أو كتاقين يهي إيو فروع أو لقوا علماء يكون مجاعبان مركا فروع الشريعة أو أهلامه مركا أصولشاس إنه قيب سنه هاي أصولشة دينكو وأصول الإيمان أو مارك تأه أركان إيمانك لايقان يا أصولشة أركان إسلام كليرها أو مارك تي عملك الظاهر كأه أركان الإيمان كاس نبي صلى الله عليه وسلم جبريل مركي أو يمدي ويديم ما الإيمان أو يدواك رسوله صلى الله عليه وسلم إنه قلت المامئين يهين أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وأصوش إيمانك وتيرش إسلامك هو كتاقين يهي دنع عقيدته عقائد مرك الله إلهه هذا القضاء والقدر سيدا حديثك بكسو أرورتي أبا جواب تاسر كسو أرورتي النبي صلى الله عليه وسلم وحوي ركن قال لحاد ركن قال لحاد سيدا أويد علماء وحيداهن ما دام أويهي القضاء والقدر ركن يتير تيرش إيمانك كمدا قفك أبا أدونك إيمانكيسو مرد ما يستير مايو صحنا من نقنايو إلا أو رميو قدرك إنه إلهي سبحانه وتعالى أو قدري وحكستا قبل خلق السماوات والأرض إنه قدري كنا قري في اللوح المحفوظ ويحكست قريهين وحكستا أو دعاي أي قريهين وحويا هدي أو رمي وإيمان كيسو مدى ما يسترمايو وحويا القضاء والقدر نظامك يقرشها الله سبحانه وتعالى هقول لي قرشها الله سبحانه وتعالى أقول لي كونكن يا أشياء ذو يكون كان إنه نقص كسعة صفة وضعة أم بابل النظامة أو كسعة قرش الله سبحانه وتعالى أو جوي أو لجاي أو كأجادي بعلمه الأزلي بعلمه المحيط لكل شيء علم جيس وحكة صكابي أو كأجادي دبذتنا الله سبحانه وتعالى أو قري أو كقري في اللوح المحفوظ سأوجد علماء وحي راهن قدركو وصير الله في هذا الكون وحط الماما يا وحكست أو دعاي إن أو دعاي هب قرشيسا أو الله سبحانه وتعالى أو تلقلي وقتك أو دعاي قابك أو دعاي سيدا أو دعاي
ماش أو كرد عايو وحكة سبب إلهي سبحانه وتعالى هر وقرشي سدا أوجد مركان أجن أركان الأركان الإيمان كمركان أجنو أصل ككوباد وأه إلهي الرومين تيسا مركان لجي ما عدو حد إلهي الرومين يه سدان أوجنا سدان الله حريرنا ملائك بو إلهي سبحانه وتعالى إنه شيء أصل كلا بعضا أو أه إن أي نوع كنان إلهي سبحانه وتعالى وحيجة أي كسر دجان أمبيضة أمبيضون مركز وح الكسر دجين أي وكتابك يكتبتي يشريعتي ويان الله سبحانه وتعالى عظمها أو تلاج لي كذب وح ويان أمبيضاس إلا الرميو يا إلا الرمي ويا لبضع مد أم بين نقن إلا الرمي إلا الرمي إلا الرمي ويا لبضع مد بين نقن marka meel lagu kala xisaabiyo waa inay jirto dadkaas cidii raacday anbiyaadana ee lagu abaal gudaayo cidii deedeena abaalkeega ay la marinaayo waana aakhiro rugniga marka shanaad sidaas uu ku yimid rugniga lixaadi oo alqada wal qadarihi wuxuu tilmaamaya ilaahay subhanahu wa ta'ala kaunkan sida wuxu dhacayeen inuu qorsheeyay culimadu waxay yiraahdeen qadarku wuxuu leeyahay مراتب أيوليها أو كل سنة هاي أم باتيرات بو كل سنة هاي أو يعني إمام بالقضاء والقدر وحال الرباقف كأنه رميسين أفرط شيء إن الله سبحانه وتعالى أجادي وحكستو دعاية أو بعلمه الأزل كأجهي وحكستو دعاية يا إن لا قري أو وحاسي وحوض قري هي دعاية وحي دعاية يوحان دعين هدي أو دعي لها سدا أو دعي لها إله سبحانه وتعالى وأجهي ونا قري مركز وحكستا waxa qoreyna qalinka ayaa qoray qalinka ayaa loogu hor abuurey makhluuqaatkan markaasuu ilaahay qoriyay maxaan qora waxa la wixii dhici doona qor ayaa lagu dhig qalinka waxa kale oo martabada saddexaada al mashi'a in wax kasiba ay ku dhacaan ilaahay subhanahu wa ta'ala doonitaankiisa iyo ogolaashihiisa oo wax iska dhacay ayna jirin kownkan awna ilaahay ogolayn subhanahu wa ta'ala وحد بديت مركز أفريا أو تيرك أفراد أركان تمركز يعني قدرك وحا إلا الرمي إن إلهي سبحانه وتعالى وحك استأبوري أو مركة أو أجادي قري ضاني كدبنا مركي إن لا أبوره أو الجرسية أي تهين الجرسية أو إلهي وحده أو خالقي هاي سداس أي مركز مفهوم كاس يمعنها جود يو أهمية داس يقيمها أي ولاية هاي القضاء والقدر واتهي شيخنا هدي انو نمادنا قضبك لباد اما سؤالش لباد او اه انت بدن دادكو اسكو خلدان القضاء والقدر بل هده هدي اد امي عنايسو محوية هاي فرقي قول دحيا قدها يقدركو علمادو ارنتاس قاركود وحيرين لا فرق بينهما وحو دحيا مجيرا واسكو ميد وكلمتان مترادفتان ولا لبا كلمو اسكو معنا اسفنقشان او اسكو معنا قارنا وحيدا ما معنى الدحية معناها الدحية وحوي القضاء والحكم هرتوين الحكم وقاضي وح قاضي لويري لأنه يقضي ويحكم مركا القضاء الحكم ويان وحي علماء وراهن قضه وحوين حكم كإلهي سبحانه وتعالى حكم كإلهي للأشياء أو أشياء أو حكمي أو يري سداسي أدعيان وحكسب سدا أدعي إنه إلهي حكمي أو 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 ماركتي أمري حكم كاس أو في الأزل أزل كا سيدا مركز كل سن أو سي كل سن إلهي علم جيسة هراء أمبا علم جيسة مركز أزلي جاء إلهي مركو سيدا أو مركا أو حكم أن إني وحكس بس سيدا وحي دعي وحكس أو دعي إنه سيدا أو نقضه أيها بنا الله سبحانه وتعالى قدري وحاس سيدا يقول دعي لهين وقت يدعي لهين مركا حكم كأياه الرأي قدر كنا وقدم ما يروح وتفصيل أنبا محايدي كلبحين لكلبحين أي حكمك أو يفولين تلفولين أي حكمك أو حكمك إلهي وحكمي أو وحكا سيبا سيدا أدعيان أو حكمي لكن وحا سيدا محايدي قورتا دعيان يقابك أدعيان يمقدارك يصفاد أي كل دعيان أي إلهي سبحانه وتعالى تقديري طوا معناها مركز تقدير كويان مركز أنبا قدريد مركز إلهي وحكمي ونا قدري وحكمي حكم كيسي أي مركز لجاي كدبنا وحويرت فلين تمركز هذا قاضي ومركو حكم ردو دبديت وحكم عكتا فلين تأياكو عكتا معناها أي علوم ذا قارك بهين قارك نوح إليه مايا تقدير كي يقدر كاهو الرئي وحنا مركز يعني
xukunkuna waa fulintii weeyaa markaas siday doonahan noqotee waxay labada kelmadood ka dhigan yihiin ilaahay subxaana wa tacaala ashyaada uu qoray uu xukumay uu qadaray dabadeedna sidii uu xukumay uu qadaray ay u dhacayaan wax kasta u dhacayaan oo wax habsaamaya amba seegaya sidii alla ugu talagalay ayna jirin markaas koonkan adiyad jazakallahu khair sheekhana labadii su'aalood ee hore waxaad mudayn aad si wanaagsan isugu soo koobtay waxaan rabaa si qofku u sii fahmo in uu qofku qadarka rumeeyo muxuu ka faa'iideeyaa haddii aan su'aasha inaan ka jawaabo isku dayo waxa weeyaan al-iman bil qada wal qadar iimaanka la rumeeyo al-qada wal qadar raad aad u muuqda ayuu ku leeyahay nolosha qofka fardiga iyo nolosha bulshada labadaba qofka marka uu rumeeyo qadarka rumayntaas waxay ka dhigtaa qofka ku noloshiisu ay ku socoto manhaj qura aan bahanaan qura aan niraahno haddii uu nicmo iyo wanaag helo wanaaggaas iyo nicmadaasi ma kibrinayso ee wuxuu garanayaa inuu nicmadan ilaahay subxaana wa tacaala kii qadaray yahay haddii ay markaas yacni dhibaato heshana markaas waxa weyn dhibaatadaasi kuma ridayso quus iyo inuu markaas yacni nolosha ka quusto kuma ridayso ee wuxuu garanaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala kii qadaray yahay markaas markaa laba gooraalaba wuxuu ku soconayaa maxay ahayd wuxuu garanay waxaan wax qadarnaa inuu yahay markaas nicmada iyo wanaaguna ma kibriyaan dhibaatada iyo masaa'ibtuna ma quusiyaan qofka markaas muslimka ah ee waa markaas yacni wuxuu garanay inuu wax qadaran yahay qofka muminkiihi marka uu al-iimaan bilqadaa walqadar uu rumaysan yahay alqadaa walqadar markuu rumaysan yahay maaha qof markaas ku nool nolol qalaq iyo walbahaar iyo murugo leh kuma noolaado bayna low walleyta haddii aan sidaa samayn lahaa iyo haddii sidaa ahaan lahayd siday ma dhacdeen kuma noolaade markay wax dhacaan wuxuu rumeeyaa inay waxaan yihiin wax qadarnaa kadibna markaas in loo hoggaansamo harayna looga socdo inay tahay markaas sidaa awgeed nebigu sala allahu calayhi wasalam waa kii lahaa cajaban liamri lmu'min waxaa la yaab leh arrinka qofka mu'minka ah haddii wanaag helo waxa weyn wuu shukriyayaa haddii ku dhacda markaa dhibaatana wuu sabrayaa laba gooralana waxa weeyaan waa u wanaag weeyaan waxaa ka mid a raadadka markaas qadarku uu ku leeyahay nolosha qofka in qofka laga helo toosnaansho al-istiqaama in laga helo markaas qadarku waxa weeyaan iyo rumayntiisu waa waxyaalka ugu waaweyn amba asbaabta ugu waaweyn ee qofka muslimka ah ku bixisa inuu toosnaado gaar ahaan marka la eego mucaamalada uu la mucaamalanay dadka bini-aadanka iyo makhluuqaadka kaleba sida uu la mucaamalanay wuxuu garanayaa wax kastaba inay qadaran yihiin cidii inayna risqiisa qaadanayn cidii inayna maxayd waxuu lahaa ayna markaa dhaafinayn cidii inay markaas yacni wuxuu rumaysan yahay wax kasta in cid kastaba wixii loo qoray ay u qoran tahay sidaa awgeed cid ma xasadaayo cid ma xumaysanaayo cid ma odhanayo hebel baa i qadiyey oo halkaasaan heli lahaa hebel ciddaabaa i qadisay ma odhanayo markaas waxaa kaloo ka mida markaas oo raadadka ka mida al-iimaan bilqadar qofka markaas yacni raadka uu ku reebo waxaa ka mida inuu ka badbaadiyo waxyaal badan oo maanta adduunka ka jira oo xanuuno jira ay ka mid yihiin markaa xanuunada markaas yacni maskaxda ku dhaca ka yimaada markaas murugada faraha badan leh walbahaarka waxna aan jirin oo laga cabsoodo maxaa kugu dhici doona qeybka oo laga cabsoodo waxa soo socdo oo laga cabsoodo qofka muminka wuxuu rumaysan yahay in qofka wixii allah uu qoray inuuna sina ku seegayn sina inuuna ku seegayn markaas ilaahay buu u noqonayaa u leeyahay ilaah wax kastood ii qadartay khayr iga dhig ayuu odhanayaa markaas taasna waa sidaas su-aasha kale oo ah markaas su-aashaas ah mowqifka muslimkii ou inuu markaa aqdaarta ilaahay ou ka taagnaada amba mowqifka qofka muslimka ah halkuu ahaanaya aqdaarta ilaahay waxyaalka ilaahay qadaro maxaa looga baahanyay qofka muslimkii mowqifkee inuu iska taago sidee inuu ula dhaqmo ayaa loo baahan yahay qodobka marka igu xigaa wuxuu noqonayaa marka qofkii muslimka ahaa marka qadarkii ku dhaco qadarku labuu qaybsamaya sida xadiidkuba sheegayo khayr iyo shar labadaba uu leeyahay mid xanuun badan
iyo mid farxad badan labadiiba uu leeyahay. Qofka muslimka mowqifkiisu muxuu noqonaya marka qadarkii uu ku dhaco, ama mid xanuun badan ha noqdo ama mid markaa farxad badan ha noqdo? Waxay culimadu yidhaaheen qofka muslimkii haddii uu arko wanaag oo Ilaahay wax wanaagsan uu siiyo oo nicam siiyo, raalli buu ka ahaanayaa, Ilaahayna wuu ugu mahadnaqayaa, wuxuuna ogaanayaa waxaas wax Ilaahay u qadaray inuu yahay. Markaas taas markay wanaag iyo nicmo iyo daaca iyo wanaag tahay, waxa weeyaan waxa waajiba inuu ka raalli noqdo, kula shukriyo. Markaas haddaysa tahay markaas waxa ku dhacay masaa'ib iyo dhibaato iyo waxa hadday tahay, waxa u bannaan inuu markaa xujeysto qadarka uu yiraahdo markaas wa qadar Allah wa maa shaa faala, inuu yiraahdo qadar Allah wa maa shaa faala, Ilaahay baa qadaray dhibtan, Ilaahay baa qadaray imtixaankan, Ilaahay baa igu qadaray, inuu yiraahdo. Laakiin waxa looga baahan yahay fi hadhihi xaala in aw markaas aw sabro ayaa loo baahan yahay, inuu ku sabro dhibta oo maxay hayday ku sabra oo Ilaahay baa qadaray oo yiraahdo oo rumaysay inuu Ilaahay qadarayna, kama dhigna markaas inuuna la imanayn asbaabtii aw iskaga daweyn lahaa amba iskaga saari lahaa, iska haddii xanuun tahay oo kale inuu isdaweeyo oo daweynkii isticmaalo oo dhakhtarada tago ayaa loo baahan yahay. Dhibaatooyinka iyo itixaanka haddii asbaab lagaga bixi karo ay jiraan, inuu markaas yacni kama dhigno inuu raalli ka yahay dhibaatadaas, dhibaatada isaga oo nacaaya, haddana waxa weeyaan waxay maqduur tahay oo Ilaahay qadaray ayuu arkayaa. Taasna waa dhinacaas. Laakiin hadday macsiyo oo kale tahay markaas, macsiyadana marka uu ka toobad keeno way bannaan tahay markaa inuu iyadna markaas uu yiraaho Ilaahay baa igu qadaray yiraaho, uu afka ka yiraaho Ilaahay baa igu qadaray inaan markaas dembigaa sameeyo, Ilaahay baa ii qadaray, waanan ka toobad keenay, inuu yiraaho. Laakiin isagoo ku jira maaha sidaan arki doono. Markaas waxa jira marka dood runtii obacna u ah barnaamijkan ama su-aasha, runtii inta badan dad badan oo qadarka marka laga hadlayo ay sugayaan oo ah qofki inuu yidhaahdo qadarku wuxuu sheegayaa in wax waliba sii qoran yihiin, maadaama markaa wixii sii qoran yihiin maxaa la ii farayaa inaan wax camal la yimaado ama aan shaqo qabto, oo matalan haddii Ilaahayba sii qoray in qofkaasi gaalnimo ku dhimanayo, kan kalena muslimnimo ku dhimanayo, kani wanaagsanaanayo, kani xumaanayo, maxay markaa la macno tahay in la yidhaahdo shaqeeya? Doodaas marka oo waqtiyadii qadiimka ah firqooyin fara badan ay ku doodeen, iminkana dadka fikradaha soo galootiga la dhacsan ay soo celceliyeen, maxaa lagaga jawaabayaa? Su-aashaasi waa su-aal muhima. Waxaana weeyaan jawaabteedu haddii aan isku dayno waa mas'ale markaas falsafiya oo falsafadana gasha la yidhaaha oo lagu marmi jiray markaas fi qadiimi zaman ilaa maantana joogta. Qofku addoonku ma musayar baa mise mukhayar? Ma ku maxay hayday wixii qadarku hoggaaminaya mise waa qof markaa ikhtiyaar leh oo wax dooran kara markaas, wax dooran kara marka uu iraade iyo doonitaan leh waxa uu samaynayo? Nebiga ayaa ka jawaabay su-aashaas. Waa la weydiiyey Rasuulka sallallahu calayhi wasallam, oo saxaabadu waxay yidhaaheen yaa Rasuulallah, haddii wax kastaba la dhameeyo la qoray, miyaanan qoritaankaas tala saaranayn? ayay weydiiyeen oo maxaan u camal falaynaa? Rasuulku jawaab kooban buu siiyey, wuxuu ku yidhi kullun muyassarun limaa khuliqa lahu, wax kasiba cid kasiba wixii Alla u abuuray ayuu Ilaahay u fudaydinayaa, wixii u qoraa ayuu Ilaahay u fudaydinayaa. Camal sameeya markaas, camal sameeya. Haddii aan eegno Ilaahay subxaana wa tacaala wax kasta kii qadaray weeyaan, laakiin haddana addoonka Ilaahay xurriyad buu siiyey, xurriyad iyo ikhtiyaar buu siiyey addunyadan. Marka uu mukallaf noqdo uu caqli leeyahay, wuxuu leeyahay iraada ayuu leeyahay. Ilaahay subxaana wa tacaala qadarkaahu qadaray wuxuu u yeelo ku xidhay asbaab gaarsiisa qofka, asbaab gaarsi hadday khayr tahay asbaab baa gaarsiisa oo waa daacaadkii ayaa lagu gaaraa markaas khayrka, hadday shar tahayna asbaab gaarsiisaa jiro oo macaasidiya markaas iyo dembiyadii qofku uu sameynayaa. Sidaa awgeed markaas qofku ikhtiyaarkiisa iyo iraadadiisa marka uu ku sameeyo labada mid, waxa weeyaan dee wuxuu gaarayaa wixii u qornaa ayuu markaas yacni gaarayaa oo helayaa. Kullun muyassarun limaa khuliqa lahu, saasay macnaheedu ka dhigan tahay.
marna ma banaano inuu qofku yiraahdo wixii la ii qadaray ayaan tala saaranaya, waayo ma oga maxaa loo qadaray qofka, maxaa u qadaran ma garanayo, maxaa u qadaran qadarku waa wax qaybiya weeyaan, ma waxa u qadaran naar mise janna u qadaran ma garanayo mid u qadaran. Saa awgeed waxaa la yidhi camal samee baa la yidhi, camalkii inaad samaysid ayaa loo baahan yahay, camalkii inaad samaysid ayaa loo baahan yahay, oonad tala saaran qadarka waxaa markaas yani ku qarsoon inaana tala saaran. Haddii arrintu sidaa tahay, dee qofka bini'aadankii inuu isburiye maahinoo wixii arrimaha diinka iyo daacaadka inuu yidhaaho waa la qadaray, wixii qadaran baan ku soconayaa oon sugayaa, adduunyadiisa marka la yimaadana inuu maxay ahayday kullul asbaab awqaato oo sababihii la yimaado oo u halgamo oo u tafaxayto maaha. Markaas haddii la yidhaaho qof maanta iska fadhiiso, wixii kuu qadaran baa kuu iman, guriga iska fadhiiso, ha shaqo tegin, dhakhtar ha tegin, meel ha u kicin, ha guursanin, caruurna way kuu iman, waxaas wax caqli galaya maaha ayuu ku odhanayaa. Sidaa awgeed inaad arrimaha diinka u deliishatid qadarka kaa qarsoon maaha, adigoo arrimihii adduunyadaba markaas yacni asbaabtii la iman lagu yidhi la imanayo markaas. Sidaa awgeed waxa weeyaan asbaab ayaa gaarsiisa maxay ahayday khayrka iyo wanaagga dadka, asbaabna waxay gaarsiisaa sharka. Waxaa lagaa rabaa ood iraade iyo ikhtiyaar u leedahay. Haddii aw qofku markaas qofku waa mukhayar weeyaan, ikhtiyaar buu leeyahay, ikhtiyaarkaasna Ilaahay baa subxaanahu wa tacaala siiyay. Oo marka aan akhrinaynay arkaanta maxay ahayday qadarka, markaan akhriyaynay waxaan nidhi alcilmu, Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ogaaday oo cilmigiisa asaliga ku ogaaday marka aad adduunkan timaadid ee lagu takliif lagu saaro ood caqli leedahay inaad adugu oo ikhtiyaar kaamilana lagu siiyo inaad dariiqaa dooran iyo inaad dariiqaa dooran, Ilaahay taasuu ogaaday. Dariiqa aad dooranaysa ayuu Ilaahay ogaaday subxaanahu wa tacaala, dabadeedna wuu kuu qoray. Qoritaanka markaas lowxul maxfuudka ku qoran waa ku dhisan doonitaankaaga iyo qaraarka aad qaadan doontid markaad adduunyadan timid. Maadaama ay sidaa tahay, waxaa lagaa rabaa qaraar saxa inaad qaadatid ood wanaagga aad dooratid. Markaas haddii qofku Ilaahay caqli buu siiyey, khayrka iyo sharka uu ku kala garanayo, xumaha iyo samaha ku kala soocayo, sharcina waa loo soo dejiyey. Sharcigaani wuxuu tilmaa, Ilaahay buu baraya subxaanahu wa tacaala wanaagii maslaxadiisii tii adduunye tii aakhiro ayuu markaas yacni u sheegay. Marka haddii qofku uu isagu ikhtiyaarkiisa ku doorto dariiqa markaas halaaga waxa weeyaan, dee taas ayaa markaas lagu xisaabin doonaa, markaas iraadadaas ayaa lagu xisaabin doonaa. Waxaana lagama maarmaana inaan kala saarno qofku wuxuu awoodda iyo ikhtiyaarka u leeyahay iyo wuxuuna u lahayn. Waxyaal badan oo noloshaada ka mida oonad u lahayn ikhtiyaar baa jira, sida markaas yacni xubnahaaga, dheefshiidayaashaada, wadnahaaga, markaas yacni dawra damawiya amba wareega dhiiga, jihaasa tanafuska markaas yacni neefsiga, waxaasoo dhan sidaa u shaqaynayn, wax lagaala tashaday amba wax marka aad khiyaar ku leedahay ma saas ayuu soconayaan. Laakiin waxa weyn waxaad iraadada u leedahay inaad maxay ahayday aad markaas yacni khayr samaysid iyo inaad shar samaysid, wax ku xidhan adiga doonitaankaaga iyo qaraarkaaga weeyaan. Sidaa awgeed ina mas'aladaas lagu marmo oo lagu markaa doodo leeda qofku maxay ma musayar baa mise mukhayar maaha. Markaas waan ognahay qof kasiba inuu ikhtiyaar uu leeyahay, waan ognahay. Markaas haddii sidaa tahay oo la raacayo, haddii la raacayo markaas qofka qadarkii wixii loo qaray un ha tala saarto, ha iska fadhiisto, dee cidba lama cadaabeen oo cadaab iyo janno ma jirteen meesha. Sheekhana, dadka inta badan marka aad u deliishada waa dadka maalan culimmada u yaqaana ahlu macaasida. Qofkii waxa laga yaba intuu dembi iskaga dhaco inuu yihahna waxaan wiyi qornaa, xumaan intuu iska dhex dabaashay inuu yihahda waxaan wiyi qornaa. Marka ma bannaan tahay qofku inuu qadarka u deliishado macaasidu samaynaya? Arrintaas waa arrin halisa. Markaas Ilaahay mana bannaano marka qadarka inuu qofku xujo uga dhigto markaas macsiyada uu samaynayo, inuu macsiyada uu samaynayo inuu xujo uga dhigto maaha oo ma banaano. Marka amba waajibaadka uu ka tegaayo, haddii sidaas aan nidhaahno waa naga harow sheegno, qofna lama cadaabeen. Markaas yacni qof kasiba waxa weeyaan wixii laygu qoray ayaan anuu samaynaya unba iyo odhan lahaa. Qofka sidaa odhanaya haddaan maanta nimaadno oo qof markaas yacni dhibaato ku sameeyo
أو أم بنرباحه أم بحوله سقاطه أم بعرضه سكوحد جدبه مرنا بكمر على أهاناي أو يراها قف قاسي قدر كإلهي بان يوحكوي يالي قدر كإلهي بان حولها كقاطي قدر كإلهي بان كقول نرباحه هذو يراه رالي كما أهاناي وما أراناي مركزي عن قدر كهذا أدليشنا معسيد أدليشناي محي هيدا أقولان مايو تصحيح كده جنت هاي قفك معسيدة أدلي شن هاي قدركو إن أو مركز تناقض كجرا أو عقلي جيس مركز أو سبورين هاي مركز لما بقى واحد لقى جبه هاي إن هاد أقولاتي وحاس مركز الجوس مي إن قدر كيلاي كسوجينهين أو مركز أترالي كهاتي أو قفك مركز يعني وأبال جديد يين هاد محي هيدا مركز يعني أنا أدلي شن مركز معسيدة أو تلاهدي وحكة سبب صوب ولي أسباب تبادلت من عبادة هي مركز يعني أسباب إلى هذا معصيده أنا مركز يعني كتك بالود وينات كتك تد سواء أوجد مرنبا ما بنانو إن معصيده لود دليش هذا مركز قبضها يقدرك قدرك إن لود دليش ما بنانو جزاك الله خير فضيلة الشيخ الله سبحانه وتعالى كابال مريو حلقة هذا دحي سبضان موضوع رنتي عليسكي سلة ضد بضنا رجيني إن شاء الله تعالى نحبنا كفهم دونان مر لوادي مر سدحاد برنتيون كا غمهد علينيا ان وقتين ودا قادني دمان بدا وديال برنامج كعويس كعلمدا او كلن كانو مرتي غو اها دكتور احمد قود اي انت سي كسو غبغبيني انت ان كلن كان ميدلميد كو كلمي دونا وحنا دكا تغي اساسينا بدغليو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.